وختام شهر رمضان أعاد الله علينا وعليكم بكل خير ويوم وبركات. اللحظات للتصوير، الكابتن سيف سمير يتقلد الكأس ويرفع الكأس عاليا وسط احتفالية في مدينة الإسماعيلية، الكأس 11 للنادي الأهلي وتتويجه في الإسماعيلية من استاد هيئة قناة السويس. معلومات صريحة كده لحضراتكم، 2019 كان آخر مباراة لعبها هنا النادي الأهلي، فاز بيها على نادي الاتحاد في نهائي دوري المرتبط في 2019. كان تولى تدريب الفريق الكوتش طارق أشرف توفيق، وكان تولى تدريب الاتحاد نادي الاتحاد الكوتش أحمد مرعي. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وألف مليون مبروك للأهلي والأهلاوية، والصور هي أبلغ دليل على الفرحة. والآن ننتقل سريعا إلى الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام كابتن سلعوة وكابتن طاهر رجب. ألف مليون مبروك كابتن طاهر، ألف مليون مبروك كابتن سلعاوي، ألف مليون مبروك كابتن هيثم، ألف مليون مبروك للأهلي والأهلاوية. كنت معكم معلقكم محدثكم أحمد مناع، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن نلقاكم قريبا بإذن الله. ألف مليون مبروك الكابتن هيثم السعيد، إليك المايكروفون.